يعطونا الحق ديالي وما بغى يخرجوا حتى بشي تصريح لا لا سميتو لا قائد لا كان في ملحقة إدارية تاني بعد الحرودة ما بغاش يخرج ليا بالتصريح علاش أنا ما عنديش الحق نستافد وعلاش أنا ما استافدت وحتى العمالة كذلك العمالة كتقول لي العمالات المحمدية كتقول لي ما عندي حتى شي مشكل العمالة كتقول لي ما عندي حتى شي مشكل ولكن هاد القائد لاش حاب الاستفادة الله أعلم حتى دابا ما فهمتش كيفاش الظروف فين عايشين دابا أنت والأم ديالك الظروف انا راه المغاربه كاملين كانوا متبعيني وكانوا كيشوفوني كنت في الباك وكنت متبعه المشكل ديالنا ديال الاستفاده وما نجحتش ياك وسميتو ماما دايره لي وكاله باش انا نقابل باش نطلع ونزل في هادشي ديال سميتو ديال الاستفاده وماما هي اللي كتنفق علينا وهي اللي كخدامه انا ما فهمش انا هاد المسؤولين دايرين هادشي ما فهمش انا لدابا ما فهمش واش انا ماشي مواطنه مغربيه واش انا ماشي بحقي الساكن واش انا ما كنتاميش هاد الوطن انا باقا حتى لدابا وما عرفتش واش ورقي كلهم قانونيين ودرناهم في اداره ياك ديال الدوله كلشي قانوني وتفسخوا جوج عقود بالزوير كي داروا الله اعلم وكيفاش هاد القائد ساكت على هادشي وكيفاش هاد المسؤولين ساكتين على هاد الزوير ما فهمتش واش هادي هي البلاد ديال الحق والقانون ما فهمتش انا كيفاش كيطرى هادشي في البلاد ما فهمتش وعلاش هادشي ما كيطرىش في بلادات الناس انا كنطالب الحق ديالي وباغي ناخد الحق ديالي انا ما غاديش نتنازل انا كنقولها دائما في الصحافه واخا يحطوا لي السيف في عنقي ما غاديش نسكت واخا دابا فين عايشه دابا نتي الام ديالك عايشه في الكرا 3 سنين ونص كلشي استافد كلشي سكن الا حنا 3 سنين ونص واخا نتوما شحال ما كنتو فيه كنا دوار بيك جوج الناس تما استافدوا كلشي تقريبا كلشي سكن عطاهم القائد اول كلشي سكن الا هاد القائد الثاني اللي جا حبس لينا الاستفاده البقعه مبيوعه حيتاش خرج كوميرس علاش حيتاش اللي خرجت الكوميرس خرج كوميرس بالنسبه للاب ديال الوطني ديال الام ديال الاب ديالي ما عندوش شي دخل اصلا هو ما مستافدش كون ما عنده حتى شي ورقه كتثبت عليه انه مستافد ما عنده حتى شي وثيقه هو ما داير السبب الاب ديالي ما كاينه حتى شي وثيقه ونهار اللي قالوا لي الاب ديالك داير تعرض الام ديالك قلت لهم عطاونا شي ورقه شي دليل واش انا ماشي مواطنه مغربيه انا ما فهمتش حتى انا دابا ما فهمتش باش انا اللي كنقول لهم عطاوني شي ورقه شي اثبات علاش كيهضر هذا الشيء ما كاينش والاب ديالي ما مستافدش كيفاش واحد ما عنده حتى شي ورقه ودير التعرض راه ما يمكنش ما مستافدش عنده الماك ما مستافدش الام ديالي هي مستافده وشافوا مع هذا اللي وقف معاه بغا ياخذوا لهاد المسؤولين لاقيني نديروا ما بغاو هنا في هاد البلاد هادي واخا شحال من سنه وانتم عايشين في دوالي 21 سنه 21 عام رقم انا راه كنهضر بكل واقعيه كلهم قانونيين انا راه ماشيش هنا كنهضر لا امكات عندي حق يعتقلوني راه عارفين عندي حق انا ماشيش هنا وكندوي راه عندي كل ورقه وكل ما يثبت انا مسؤولي كيعيطوا عليا كيقول لي نادي عندك حق وبقى ديال امك بعينه وما تسكتش على حقك وكيقول لي خرجي هضري على حقك كيفاش انا هاد المسؤولين ديالي كما اللي بغاو العمالة كتقول لك ما عندك حتى شي مشكل وهادو حابسينك والقائد حابسك والقائد كيقول لك وسير فوت قال ماما بحال هكا ملي جات ماما اول مره تهضر معاه ودخلت عنده هنايا الاداره قال لها شوفي انا ما نهضرش معاك وهنا المشكله ديال هاد المسؤولين كيجبروا ماما تسين على كل ورقه وما قاريش امي وانا دايره ليا وكاله ما كيخلونيش ندخل انت عندك وكاله من الام عندي وكاله ما كيخلونيش ندخل ابدا ما كيخلونيش ندخل مني ماما دخلات عندهم قالت لي مدخل بنتي قال لها ما تدخلش وخا دايره وكاله قال لها شوف انا ما نهضرش معاك بحال هكا قال لها غادي تسيني قالت لي ماما امي ما غاديش نسيني قال لها فوتي العمله لهي والرباط لهي وحد انا قائد هنا بعين الحروده السيفه ديالك ما تاخذها وباي حق يقول انا هذا القائد هاد الهضره واش هو اللي كيعطي استفاده صاحب جلاله الملك الله يرضى هو اللي كيعطي استفاده راه ماشي قائد وماشي المسؤولين وكيفاش انا نجي هنا ونهضر بحرقه ونقول لهم صاحب جلالة الملك والله ينصره الله يخليه لينا كيعطي استفاده ويجاوبني مسؤول في الشركه بكل بروده ماشي الملك هو اللي كيعطي استفاده المغرب ديال مبادره وهاد المغرب ديال من ماشي ديال صاحب جلالة الملك كيفاش قال لي ما تقوليش الملك هو اللي عطاك استفاده اشنو بغى يوصل اشنو بغى يوصل هاد المسؤول اشنو بغى يوصل انا راه نبقى نخش في اللايف ونبقى نخش صحافه ونهضر حتى توصل رسالتي صاحب جلاله الملك يشوف اشنو كيديروا هنا المسؤولين على الاقل ما يديروا ما
بالكاريان البقعة هنا راه كيبيعوا بها كيبيعوها الناس اللي ما مستافديش. لا حيتاش بقعتي انا حتى دابا ما لقيتهاش، يعني بيعينا شي واحد ساكن فيها من حق نهضر. واخا دابا الام ديال خدامه شنو كدير؟ الام ديال الام ديالي خدامه هي اللي كتنفق علينا. انت مكلفه بهذا المشكل؟ انا مكلفه بهذا المشكل لان المشكل ما كاينش نهائيا، المشكل دايرينو مسؤولين بالعانين. انا عندي كلشي وثائق ما يثبت عليه. كيفاش الشركه تفسخ جوج عقود بدون حضور ماما ياك؟ والمسؤولين هنا الشركه وعارفين كاين الزوار وسمحوا لا تعاود داكشي من الاول. واش هذه هي البلاد الحق والقانون؟ واش هاد المسؤولين كيخدموا بلادهم بناتهم؟ هادو راه كيعفنوا فيها. هذا مني انا مسؤول ومسؤول اسكت على الزوار اشنو كيتسمى؟ اش حنا ولينا حشره؟ ومني انا جيت دابا بغيت انني نشوف القائد او نشوف المسؤولين ما سمحوش ليا، قال لي ما خلونيش ندخل نشوف المسؤولين هنا. كيدير النفسيه دابا ديال نفسيته مريضه؟ كيفاش انا كنشوف عندي حق ومحيدين ليا المسؤولين؟ كيفاش هادشي كيطرى؟ كيفاش واحد عنده حق ومسؤولين محيدين ليه؟ ما اصلا هما ما كيبغاوش يستقبلونا، كيتعاملوا مع المواطن بحال حشره حاشاك. المواطن كيتعاملوا معاه بحال حشره حاشاك، باش هو الانسان يدخل يجلس مع المسؤول ويهضر معاه ويعرف اشنو كاين. لا، المسؤول كيهضر مع السيكوريتي والسيكوريتي كيدوي معانا. حنا بحالا ما عندناش حق، بحالا حنا هاد البلاد جايين برانيين، بحالا انا ماشي مواطنه مغربيه. انا مواطنه مغربيه من حقي ندخل اي اداره ومن حقي ناخذ استفاده. ماشي هما اللي كيعطوها، كيعطيها صاحب جلاله الملك والله نفسه ما كيعطيها حتى شي مسؤول. واخا رساله اخيره انا غدا لا خاصني نعاود قصتي حيتاش الناس كاينين ما عارفينش. نعاود قصتي من الاول باش الناس تفهم اشنو كاين اشنو كيطرى هنا في البلاد، فهمتيني؟ انا ما جيتش هنا كنهضر، انا كل ما كانش عندي حق كون اعتقلوني، ولكن عندي حق وعندي ورقيه كلهم قانونيين وعارفه انا شنو كنقول. باش انا اللي نعيش الظلم في بلادي راه حسبي الله ونعم الوكيل لي 3 سنين ونص وانا كنجري على هادشي ديال الاستفاده وما بغاش يعطيني حق وما بغا يخرج لا بتصريح ما بغا يخرج حتى شي حاجه ما بغاش يستقبلوني. انا كيفاش غادي نعرف؟ كتشوفي يعني المصير ديال هاد الاستفاده مجهول بالنسبه لك؟ مجهول بالنسبه للمسؤولين، ما كيدخلونيش، ما عارفش انا المشكل شنو هو، ما عارفه حتى شي حاجه، حتى لدابا ما عارفه والو اشنو كاين. دابا هذاك الشيء ما عاد دارتينا بعدياتهم وسالينا مسؤولين بعدياتهم. لا انا ماشي جيت انا هادشي كنختار من راسي. لا انت راه الواقع، راه ما غاداش نكذبوا على المغاربه، راه الواقع كنعيشوه، راه ما غاداش نجبد شي حاجه من راسي. ايوا شوف كاين الناس اللي ما واخديش، راه ماشي غير انا اللي طاري المشكل، كنطالب من المسؤولين ومن الوزاره الداخليه تجي دير هنا البحوثات وتجي تشوف انا شنو هنا كيطار في البلاد، يجيو يدخلوا ويشوفوا الناس اللي ما مستافدينش وعلاش الناس ما كيعطيوش حقهم والبقع اللي كتباع في كتمشي هنا اللي عنده الفلوس كيشري البقعه وكيسكن. لا لا هنا معروف، هنا راه معروفه، انا ما جيتش هنا وكنهضر، راه معروفه محمديه معروفه سناتو معروف كل شيء، راه ماشي انا جايه هنا وكنتخيل، راه غادي يصيفطوا مسؤوليه الدوله غادي يعرف هنا شنو كاين، غادي يعرفني حتى انا السلاله ديالي اشنو ملي كننتمي ليها. واش فهمتي؟ راه ما جيتش انا هنا وكنهضر، انا كوصل رسالتي صاحب الجلاله. كيفاش اش غادي تقول؟ الام ديالي راه مقابله سميتو النائشه ديالنا، هي اللي كتنفق علينا، هي اللي كتخدامه دابا باش حنا ما نتشردوش الزنقه، بسبب مسؤوله انا غادي نتشرد الزنقه، وباي حق؟ انا بغيت نعرف باي حق، وانا مواطنه مغربيه من حقي نسكن ومن حقي نستقر، واش بسبب مسؤول في الدوله انا نتشرد الزنقه؟ راه ما يدخل لي هادشي العقل. ورقية كلهم قانونيين، يكذبوني هاد المسؤولين ويقولوا لي كنت كذابة وما عندك حتى شي ورقة وهادشي كذوب. كلشي قانوني، ما كاين حتى شي حاجة ديال الكذوب، كلشي قانوني، ولكن علاش كيديروا هادشي الله أعلم. حتى لدابا ما فهمتش، أنا كنوصل رسالتي صاحب جلالة الملك والله نصر الله يخليه لينا، كنطالب من سيدنا ياخذ لي حقي وأنا عارفة، أنا صاحب جلالة الملك لو شافني في الليف ياخذ لي حقي فرمشة عين، حيتاش أنا كنتيق في الملك ديالنا، صافي.
امين يا ربي، ولا ما نسكتش على حقي. انا تعرضت للتهديد، تعرضت بزاف الحوايج وما غاديش نسكت. لو قلت له يحطوا السيف في عنقي ما غاديش نسكت.